لما المدرب يحس ان لما بياخد اي قرار حتى لو قرار انفعالي وغلط لازم يتنفذ ومحدش بيتدخل فيه، دي كمان حاجه كويسه. فالنادي الاهلي عنده سيستم يقدر ان هو يحافظ على اللاعبين، واللاعبين محدش يقدر يجي كده ولا يجي كده. حتى كمان يعني احنا بنتكلم، وخلينا نتكلم بمنطقيه، لما نيجي نتكلم على اي لاعب في النادي الاهلي من ساعه ما كل الناس لعبت كره في النادي الاهلي، تلاقي ان النادي الاهلي اكبر من اللاعب نفسه، تلاقي ان النادي الاهلي افضل واحسن من اللاعب نفسه. بمعنى مفيش لعيب بيأثر في النادي الاهلي، مفيش اتنين يأثروا في النادي الاهلي، النادي الاهلي اكبر منهم قبل كده. اكبر من اي كاملة. حد افكرك بس قبل كده فرقه كامله، كابتن ربيع اكيد عارف، كابتن شريف عارف، حضرتك طبعا عارف، فرقه كامله قعدت وفرقه شباب طلعت خدت كاس مصر. لا مش فرقه كمان كمان يا كابتن، بس ميدو عشان انا كنت في الفرقه دي. ما انا قلتش يعني ما قلتش اسماء يا كابتن شريف، يعني خلي بالك في حاجات اكبر من كده في النادي الاهلي. عشان كده انا عايز اقول لك ايه، ان النادي الاهلي كيان اكيد اكبر من لاعب، اكيد اكبر من لاعبين، اكبر من ثلاثه، اكبر من خمسه. احنا طلعنا سته اعاره، عندنا اصابات وبنلعب زي الفل وبنكسب وشغالين زي الفل واحسن نادي في مصر وعاملين ارقام، دي واحد. اتنين، في لعيبه بعينها مثلا ما كانش بتلعب وبنكسب وهنفضل نكسب. فانا عايز اتكلم في ايه؟ في ان احنا ما بنقفش على حد، ولا النادي الاهلي بيحتاج حد. النادي الاهلي اكبر من جميع اللاعبين. اقول لك حاجه، اللي عدوا واللي موجودين واللي هيجوا بعد كده. تمام، رساله واضحه. تمام، يعني عايز اقول لكم نادي